طبعا من حيث الاحترافيه، نعم المشاهد اللي جاب لنا مانشستر سيتي ووضعه هذا شيء طبيعي، والهلال في الوضع الاحترافي لا يطالب باكثر مما موجود في العالم. لا لا لا، مش هو يقول انا اسيويا واوروبيا، ولكن ما حدث للهلال. انا اللي قلت اسيويا اوروبيا، انا اللي قلت. ايوه ايوه ما ايوه تسقطها عليها، اسقطها واضحه عشان ارد عليك. لا يا حبيبي، ايوه لا معليش، ما تمرر علي يا محمد، انا جالس ما تمرر. عبد الله انا مو جاي. لا 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 معليش، انت تقول اسويا، انا اللي قلت اسويا. طيب تبى تمرر، انا عشان اتصدى لك. بكمل بكمل ابو بدر، بكمل. انا مو جاي هنا اسوي افلام، اسمع لي ابو بدر. افلام انت اللي تسويها مع نفسك. طيب. الان الهلال ما حدث له، هذا قلناه من وقت مبكر، ما حدث للهلال استثنائي على الجميع، فدفع الضريبه. يعني نعم الهلال لو الوضع طبيعي، مباراه الخليج ما تكلم الهلال، انت غيرت وازحت في جولات الدوري، فجاه وجد نفسه امام الاهلي، هذه نقطه ما شاف السيتي. فجاه شاف نفسه حيلعب قبل مباراه العين في ابو ظبي مباراتين، هذه ما كانت موجوده ومش موجوده عند السيتي. ثلاثه، احنا عدينا لك خمس مباريات خارج الارض حيلعبها الهلال، هذه مش حيلعبها السيتي. فبالتالي المقارنة مع اجتزاء الواقع هذا مش صحيح، هذا اللي كنت أقصده من المشاهد، وأقول المقارنة بين ما يحدث في آسيا وأوروبا مش هنا. لا، مستعدين فرقنا أو الهلال أو غيره أن يلعب كما هو موجود في أوروبا، لأن هذا الاحتراف، ولكن مش مستعد أن يدفع ضريبة هذه المتغيرات. اثنين، معلش بشكل سريع، الهلال لا يعاني فقط لأنه والله حيلعب حصة تدريبية وشرح فني سهل، لا لا، عندك استشفاء، عندك حصص فيديو لتصحيح أخطائك ومشاهدة لعب الفريق الثاني، في تحليل أداء، كل هذا مطلوب منا أن يصير 48 ساعة. ثق تماما أن بعض الأمور بما في الاستشفاء يحدث حتى في الطائرة. عبد الله تفضل أبو أحمد. أنا لما استشهدت بآسيا استشهدت ببطولة الآسيوية بالتحديد، أنه الهلال حيلعب مع الفرق الآسيوية، وأعتقد غيري استشهد بهم بعدي. أوكي طيب، عبد الله عبد العزيز على الهاشتاج يقول عبد الله فلاته اول البرنامج مع الهلال، بعد شوي قلب على الهلال، يمكن اخر البرنامج يكون له راي اخر. ارسه يا كابتن. ما قلبت عليه، فين قلبت على الهلال؟ هذا عبد العزيز، ايش دخلني هو يقول؟ ما قلبنا على الهلال، ولا عندي استعداد هذه الفتره اقلب مع الهلال، انا متخندق مع الهلال لحد ما ينهي البطوله ان شاء الله. وبعدين؟ وبعدين اذا تواجه مع الاتحاد حقلب. طيب الا الا المشاهد يقول السلام عليكم ابو بدر، بالنسبه للمقارنه مع الفرق الاوروبيه، الفرق كلها نفس الظروف، ففريق مرهق يلعب مع فريق مرهق آخر، أما هنا في آسيا الفرق كلها مرتاحة تلعب أمام فريق أرهقوه بالجدول. خلنا نروح الفاصل وبعد